الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ميتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه واله: فاطمة سجن مني وروحي التي بين جنبي. قبل شرح هذا الحديث الشريف لابد من مقدمة. لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وآله نشأ في محيط تقاليده الجمعية، تقاليد عنيفة وقوية. يعني نلاحظ أكو بعض المجتمعات فيها تقاليد لكن مو بذيك الدرجة من العنف، وبعضها لا والله تكون متمسكة بتقاليد غاية في العنف. والجزيرة العربية كانت بيها تقاليد الواقع صارمة، يعني لا يمكن للفرد أن يخرج عن نطاقها، يلحق إذا خرج عن نطاقها. من جملة هذه التقاليد التي كانت شائدة عندهم الحط من منزلة الأنثى، أن الأنثى ما إلها المنزلة التي تكون للذكر. الولد إذا ولد يحتفلون به ويصنعون الولائم، أما البنت إذا ولدت فيتحول البيت إلى بؤرة حزن. وما أتصور أكو صورة أروع من الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا التقليد الصارم اللي كان بالجزيرة بصورة عامة، وطبعا مكة جزء من الجزيرة، النبي صلى الله عليه وآله تخطأ عبره، لأن رسالته جاية تصحح الوضع، واللي يريد يصحح وضع لابد ان ياتي الى الوضع الشاذ ينفيه، يطرد الوضع الشاذ ويضع الوضع الصحيح. فالنبي صلى الله عليه واله راى هذه المأساة التي كانت متوطنه بالجزيره، وبدا النبي صلى الله عليه واله يعالجها على فترات. وبطبيعة الحال معالجة النبي كانت أيضا ناتجة من القرآن، لأن القرآن الكريم دائما يجمع بين الذكر والأنثى، المؤمنون والمؤمنات، صالحون وصالحات، والشكل صائمون وهكذا. يعني عندما نرجع إلى أسلوب القرآن بالتعبير نلقى أسلوب القرآن الكريم يحاول أن يزيل هذا اللون من الفوارق. بطبيعة الحال احنا ما نقول ما اكو فوارق، لا اكو فوارق، لكن الفوارق ما تقتضي التفضيل وانما تقتضي وضع كل واحد في مكانه. يعني قطعا تكوين الجسد للمرأة يختلف عن التكوين الجسدي للرجل، تكوين الذهني يختلف ايضا. باي سبب؟ بسبب ما يمارسه الرجل من اعمال وما تمارسه المرأة من اعمال. المحتوى الذهني هنا غير المحتوى الذهني هنا. اكو جوانب متعددة من الفروق، وانا اتخطر قبل سنتين شرحت الفروق تفصيلا ونظريات العلماء بالفروق الجسدية والنفسية. اما الفروق الاجتماعية فهي ناتجة من التقاليد،
من علاقه بها. القران الكريم لما يريد يصنف بالاحكام بين الرجل والمراه انما يراعي فطره المراه وفطره الرجل. المراه اكو عندها موضوعات ما موجوده عند الرجل. الرجل مثلا ما يتعرض الى حمل ولا الى نفاس ولا الى تربية داخل البيت مثلا حضانة. اذا تتعرض اليه المرأة لابد ان تكون اليه احكام. كذلك المرأة كيان في شكله وفي هيئته وفي غزارة عواطفه يختلف عن الرجل، لكن هالاختلاف ما يقتضي التفضيل. يعني اقدر اقرب لك المعنى، يعني الان افرض هذا المسجد اللي احنا بيه شق وبي دعائم، الشق يؤدي وظيفة والدعائم تؤدي وظيفة والجدران تؤدي وظيفة، لكن ليش معنى ذلك ان الشق افضل من الدعامة والدعامة افضل من الشق؟ لا، كل واحد يؤدي وظيفته في مكانه. المسألة من النوع لا توجد أسس علما إلى التفضيل. نعم للتصنيف صح. عشان تريد تقول لي أن هالتصنيف يضع المرأة في ميادين قد لا تصل إلى ميادين الرجل. المسألة عالجوها الفقهاء معالجة واسعة، ومن جملتها الولاية العامة. هل للمرأة مثلا قدرة على تولي الولاية العامة بحيث تكون إمام أو خليفة؟ أكثر من هذا أنا ذكرت لك أكو البعض يذهب إلى أنها يمكن أن تكون نبي فعلا، وجملة أكو من المفسرين يذهبون إلى أن مريم كانت نبية. نبهي المسألة الواقع عند التأمل لما واحد يحيط بها إحاطة كاملة يعرف ماكو مسألة تفضيل، أكو تصميم بالواقع. هذا الموضوع طويل، بس اللي أريد منه شنو؟ اللي أريد أن أقول أن النبي صلى الله عليه وآله إجا إلى هذا التقليد، داسه بأقدامه وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يخطط لإعطاء المرأة مكانتها. كانوا يظلون عليها بالعلم، اعتبر طلب العلم فريضة عليها. ما يعطوها حق الميراث أعطاها الميراث، ما يعطوها ذمة مالية مستقلة أعطاها ذمة مالية مستقلة. نعم جوانب كثيرة كانوا حارمين منها الأنثى، اجى النبي صلى الله عليه وآله كلها ألغاها وأعاد الوضع إلى وضع الصحيح، أعاده إلى وضعه الصحيح. طيب فإذا كان كذلك هنا أنا ينبثق هذا السؤال، إذا النبي في محيط بهذا الدرجة من العنف جاء تقليد معاملة المرأة، إجا النبي صلى الله عليه وآله اتخذ موقف من فاطمة صلوات الله عليها موقف يختلف تماما عن المواقف اللي كانت متوقعة، أن هذا رئيس والرئيس عادة مرآة الأمة. يعني الآن إذا واحد رئيس من الرؤساء يعكس ايش يعكس؟ تقاليد الأمة اللي هو رئيسها، يعكس أخلاقهم وآدابهم والتزاماتهم. ما يصير النبي يجي يلغي هاي الأمور كلها وينص على فاطمة نصا غريبا في مكانه، سيأتينا خلال البحث شنو الدوافع لهذا. هل الدوافع مجرد إلغاء هذا العرف الشائب؟ لا، هذا كان يمكن أن يطبق في مكان آخر في امرأة أخرى. فاطمة لها معاملة معينة، دوافع لها المعاملة شنو؟ البعض يقول لأنه ما ظل عند من يسكب عليه الحنان من أولاده إلا فاطمة، أولاده راحوا. والإنسان إذا فقد أولاده وظل عنده واحد يتمشك به، إذا بس واحد ظل يسكب حنانه وعطف عليه، يعني ذاك الحنان اللي كان موزع على خمسة ستة ينصب على واحد.
شناك نقطة، أنا ما أريد أثير على هاي النقطة، لأن من أثيرها قد واحد يقول أنتوا تجون تقولون أن النبي ما عنده بنت إلا فاطمة، وقصدكم أن توخرون فضيلة الآخرين، نعم، وتخلون الفضل محصور بعلي بن أبي طالب. أنا ما أقول شيء في هذا المورد، بس أقول شيء واحد، أقول أكو بحوث ضروري يطلع عليها الفرد المسلم. أكو سلسلة أنا سبق أن أشرت إليها، سلسلة تراكنا، مجلة تصدر عن مركز أهل البيت في قم، والسلسلة سلسلة ثمينة في الواقع، ومو بس ثمينة، لا، بها بحوث دسمة إن صح هذا التعبير. أكو يعني يبدأ في بحوث لأنه بها بحوث تتعلق بهويتنا تماما، بأخلاقنا، بآدابنا، أحكامنا، فقهائنا، تنبه لي، يعني إلها مكان لا بأس بها. وأود أن يطلع أكو بحثين في بنات النبي، خلي يطلع عليهم ذني البحثين ويشوفهم، والواقع متعوب عليهم، لأنه بحوث أولا مأخوذة من مصادر المذاهب الإسلامية كافة، نبه لي، يعني مو مقتصرة على مذهب، لا، كل المذاهب الإسلامية مأخوذة آراءها، المؤرخين من مختلف المذاهب مأخوذة آراءهم، المسألة محاكمة من ناحية الوقت، يعني شو وقت نولد هذني، كان ممكن ان يكون بنات خديجة، ما يمكن ان يكون بنات خديجة، نعم، بنات ربائب يعني عندها، يولا بنات اختها هالة، البحث تفصيلا يقدر واحد يقراه من البحثين حتى هو يطلع برأي، اترك للقناعة عائلة، حتى ليه يقول ان انتم عندكم هذا تحصرون ولادة او بقاء الامتداد للنبي في فاطمة فقط، لا، الواقع ما عندنا هدف ابدا، وانما حقيقة موضوعية، والحقيقة الموضوعية بوسع اي باحث يريد الحق والوقوف على الواقع ان يطلع على هذين البحثين. طيب، هذه ناحية. الناحية الثانية، النبي صلى الله عليه وآله عبر عن فاطمة بأنها أم أبيها. الأم شنو هي باللغة؟ الأم الأصل، وإنه في أم الكتاب يعني في أصل الكتاب، مكة مثلا أم القرى يعني أصل وأصل البلدان، فالأم هي عبارة عن الأصل وعن القاعدة، هي يعبر عن هذه الأم. النبي عندما يعبر عن فاطمة سلام الله عليها بأنها أم أبيها، ما الذي يقصده؟ شنو المراد من قوله أم أبيها؟ الحقيقة إذا اعتبرنا الأم هي الأصل، الأصل من عنده تجي الفروع، الفروع تجي من الأصل. النبي صلى الله عليه وآله ما عجل شيء من الذرية إلا عن طريق فاطمة، ولذلك كانوا يعيروه منه العاص بن وائل ومجموعة من رجالات قريش، إذا مر يقولون هذا أبتر لا عقب له، ما عنده عقب، نعم، انقطع عقبه. ونزل القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سامعك هو الأبتر. الكوثر الخير الكثير، وهنا يراد به الذرية الكثيرة كما ينصون عليه المفسرين. يوسع الواحد، ارجع إلى تفسير هاي الآية عند كل المسلمين، تفاسير المسلمين معظمهم يشير إلى أن هذا الوجه أحد الوجوه المحتملة، يعني يقول له مو مثل ما يقولون دولة عقبك انقطع، لا، احنا انطيناك خير كثير عن طريق فاطمة. وفعلا، واللي فكر شوية جيد يعرف معجزة والله
أن الزهراء سلام الله عليها يكون لها العقب النبي كلها العقب الكثير من الزهراء. مع العلم دول تعرضوا إلى عبادة عجيبة غريبة. يعني أنت إذا تبدأ من بعد وفاة النبي إلى نهاية العهد العباسي وأيام الشلاجقة والتتر وأيام الدول الأخرى، تشوف دول شقد تعرضوا إلى عبادة، ومع ذلك إن شاء الله عز وجل أن يكون هذا النسل الكثير من فاطمة موجود يملأ أبعاد الحياة، يملأ الدنيا. وأكو نقطة ثانية التفت نظرك إلى، ترى أكو كثير من الأسر العلوية أخفت نسبها خوفا. نعم، وفعلا ضعف راح. أكو جملة يعني قد تستغرب، أكو أسر الآن حتى في لبنان أسر مسيحية، لكن يقولوا إحنا ناس هاشميين، إحنا سادة، لكن في يوم من الأيام أخفينا أنسابنا، أخفينا أنسابنا تخلصا من الضغط. لأنه مع الأسف هاي العقلية، عقلية الضغط، باقية إلى الآن. يعني غريب، قد تستغرب تقول أنه هاي مسألة يبحثها مرة واحد شغلتها، إمام مسجد أو فقيه أو نشابة يبحث المسألة، لكن واحد مثلا بعيد عن الأجواء إلى الآن مثلا مشلب في قضايا هي عين التعصب وعين الطائفية بشكل غريب، فتستغرب أنت ليش، شنو الدافع وراء هذا. على العموم، الزهراء سلام الله عليها هي التي أبقت هذا العقد لرسول الله صلى الله عليه، هي الأم. إذا كانت الأم هي التي تنجب الفروع، إذا كان الأصل ينجب الفروع، فالزهراء صلوات الله عليها أنجبت الفروع وأبقت للنبي صلى الله عليه وآله هذا العدد الضخم من الأبناء الذين ينتمون إليه. ولذلك النبي اعتبر أبوته إلهم طبيعية، قال كل بنيهم ينتمون إلى عصبتهم إلا بني فاطمة، إنهم أبنائي وأنا أبوهم. عادة كأنه ابن الأم ينتمي لأبوه، ينتمي إلى أجداده، أباءه ما ينحسب على جده لأمه. وحتى الآن إحنا عندنا يعني ما نعتبر ابن البنت ولد، إلى الآن تقاليدنا موجودة، صحيح على ابن بنتي، مو ابني، ذاك ابني، ذاك ابن ابني، ابني متولد مني، متسلسل مني. افرض هو من ناحية، افرض من ناحية علمية ومن ناحية شرعية تترتب عليه أحكام البنوة، يعني ما يقدر واحد يتزوج من أبناء بنته، نبه لي، يعني البنت بنته ما يتزوج منها. مثلا أكو آثار كثيرة تترتب، لكن مع ذلك العرف ما يعتبره، بينما ابن الابن يعتبره ابنه. من هالناحية النبي أراد أن يبقي معنى البنوة على الحسن والحسين وما تناسل منهما، قال دول أولادي، ترى أولادي وإلي ينتمون وأنا أبوهم. وسبق أنا أشرت أكثر من مجلس، بينت شقد هالمسألة ولدت تشنج في تاريخ المسلمين، وش قد كفحت كفحوها، مو لان هذا متألم او متأثر ان يكون هذا ابن النبي. وانا اكد لك بعضهم اصلا ما يهتم بالنبي نفسه، بتنبهي، لكن دول مهتمين لان الخلافة ترتبط بها الجانب هاي، والناس المسلمين يرون ان من تناسل من هؤلاء هم اجدر بالخلافة، ودول هيردون يوخرون هالهاجس هذا، شيلوا من النفوس، كفوا من الناحية مو أكثر. فالسبب الثاني من الأسباب اللي أكد بها رسول الله صلى الله عليه وآله على فاطمة الزهراء أنها النبع الذي تفجر منه النسل، وعناية النبي بها وبنسلها عناية لا حدود لها،
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعنى بهذا الجانب وأكد على منزلة من تناسل منه عن طريق فاطمة سلام الله عليها. اثنين ثلاثة، لو رجعنا إلى سيرة الزهراء صلوات الله عليها، احنا نلاحظ أن الزهراء نموذج مصغر عن النبي في أخلاقه وفي صفاته. كيف؟ يعني تأمل، أكو هواية أولاد، ولد افرض ابن ابوه، ها ما عنده من صفات ابوه شيء ابدا، من صفات ابوه ماكو عنده شيء بالمره، يعني بعيد تلقى اجنبي ما عنده من اخلاق ابوه شيء، ولا من ادابه ولا من قيمه ولا من مواقفه ولا من خصائصه، ها يعني الخصائص اللي عنده بعضهم تلقى الأب شيء ها والابن شيء آخر. الأب أخلاقه شيء، مع العلم اثنين على دين واحد، ها يعني مو منحرف الولد، منحرفين هواي أكو، لكن الولد ما بي من خصائص الأب شيء. مثلا الأب شجاع، الولد جبان، الأب كريم، الولد بخيل، الأب واسع الصدر، الولد ضيق الصدر، ما تلقى به من سمات الاب شيء. زهراء نموذج ممثل للرسول صلى الله عليه واله، شلون؟ نبه لي. اولا صلابة الزهراء في اداء رسالتها في الدعوة، صلابة الواقع ينحني لها الانسان اعجابه. انت تتامل هل الطفلة هاي مكافحة منذ نشأت، مكافحة تلحق النبي إلى الكعبة في بدء الدعوة في بواكير الدعوة وهي طفلة، توخر شنو الفرق والدم عن ظهر أبيها. قريش كانت تنتظر النبي لما يجي يصلي ذب الفرق والدم على ظهره، تأتي الزهراء صلوات الله عليها تميطه عن ظهره، تمسح له ظهره وتقول ما أفلح قومنا هذا ونبيهم، ثم ترجع مع أبيها ها في قلب المسجد، هي إلى جانب النبي، يتعرض النبي للحجارة وينالها نصيب من الحجارة، ترجع إلى البيت وهي طفلة كانتها، بعدين بدأت تترعرع، شاهمت بأدوار غريبة. شنو مثلا؟ وصل الامر تطبب الجرحى، تشيل الدواء للجرحى في واقعة احد في بعض الوقائع الاسلامية، ويجيبوا لها الجريح تطببه بنفسها. تأمل، تراعي بيوت المسلمين، الطوب على بيوت المسلمين بين تعليم وبين ايصال خير. جن أكثر من هذا، المزاج اللي عند النبي في حرمانها، أنها حرمت نفسها من أبسط المظاهر الحياتية، لأن علمت أن في ذلك رغبة لأبيها، وأن مزاج عند النبي ما لازم تطلع عنها المزاج. يعني مثلا قد يوم خرج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من أحد الغزوات، وزعوا الغنائم، لحقت الامام علي قطعة ماش، ولحقه قلب يعني حلية صغيرة تلبسها المرأة، لن لحقنا جابوهن طوهن للامام علي عليه السلام، جابهن الى البيت. فتعرف الزهراء امرأة ارادت ان تلبس الحلي، حقت القلب في عنقها، وبيبانهم شنو كانت؟ طبعا من جذوع النخل اكو بها فرج، يعني يمكن اللي يمر قد يرى يلمح ما هو داخل البيت. فقالت احسن شيء هاي القطعة اجعلها ستار فردة تحجب باب البيت، وفعلا سوتها ستار ولبست القلب. وجاء النبي صلى الله عليه وآله، النبي كان قبل ان يروح للمحراب يبدأ ببيت فاطمة، ومن يخلص من الصلاة
يمر على بيت فاطمة، يعني ما يكاد يبتعد عنها. يعني احيانا استثارت غيرة بعض نسائه يمسكها النبي يشمها، يقول اشم منها رائحة الجنة. في شام هذا المعنى يسبب التخصص عند الاخرين. فالنبي صلى الله عليه وآله مر على عادته اجى الى باب البيت. لما اجى الى باب البيت شاف على باب البيت شيء غير مألوف، هذا ما مسبوق به سابقا، الشطار ما موجود. اماطه ودخل وجد فاطمة في عنقها قلب على عادته قبلها، ثم دمدم بشفته، احست الزهراء سلام الله عليها ان الموقف ما يرضي النبي، فعلا خلعته لهذا القلب واماطت الشتار. واذا سلمان المحمدي رضوان الله عليه دخل قالت يا عم، قال بلى، قالت لا هذا اوصله الى ابي وقل له هذه القطعه قماش يعطيها للمسلمين اللي بحاجه اليها يتخذون منها وزر، وهذا القلب يبيعه يتصدق بثمنه في سبيل الله. فعلا جاء به ودخل على النبي، لمحه النبي من بعد، قال فعلت فداها ابوها، فعلت فداها ابوها، حتى كررها ثلاثا. اما شخص يقود الدين والدنيا ويعبر عن امرأة في محيط يحتقر المرأة بان اباها فداها، بهذا اللون من التعبير وضع غير عادي تماما، غير عادي، يعني وضع دي مزيد من العناية، وضع دي مزيد من الاحتضان للنسمة الطاهرة. شوف هالمزاج، هذا مزاج أبيها كان بين جنبيها. أولا تجود بما عندها بالبيت، وثانيا تستنفذ طاقتها بخدمة البيت، وتجمع بين العبادة وبين العمل، العمل في داخل البيت. كذلك الإمام علي عليه السلام كان يجمع بين العبادة والعمل، بس هي كانت العمل شنو عندها؟ تكسح البيت، كل شيء هي نفسها تكسح البيت، تغسل الملابس، تصنع الطعام، تطهو الطعام، تطحن الحب بالرحى، تدير الرحى. اللي في اليوم اجى جبرائيل كما يروي سلمان رضوان الله عليه يقول طبيت الى بيت الزهراء. سلمان الى كان وضع خاص في بيت الزهراء، يعني واهل البيت لهم عناية وتعلق به عجيب. فلما دخل شاف شيء وطلع، اجى الى النبي قال للنبي ما عندك؟ قال يا رسول الله رأيت شيئا لفت نظري. قال له ماذا رأيت؟ قال له على عادتي طبيت الى بيت فاطمة، شفتها تصلي في مخدعها، بس شفت الرحى تدار، وشفت المهد اللي باطفالها يهز، شفت مناظر من هالنوع، النار توقد تحت القدر. قال يا عم اما علمت ان لله عز وجل ملائكة يخدمون محمدا وآل محمد؟ قال حتى لا يفوتها فرضها، هيا الله لها من يهز مهد الحسين. وهذا المعنى يروه المسلمين حتى لبعض الصحابة العاديين، مو الشكل تنبه لي. وهذه روح رسول الله التي بين جنبه، يهز لها المهد، يوقد لها النار. نعم، بطبيعة الحال كانت الزهراء سلام الله تجمع بين هذا وبين، كانت مثال المرأة المسلمة التي تجسد أهداف الإسلام مما بعث النبي على الاعتزاز والإعجاب بها. شلون يعني؟ يعني تتصور انت يدخل عليها امير المؤمنين سلام الله عليه
يوم من الايام عبارة الامام الصادق سلام الله عليه يقول رآها وقد التصقت بطنها بظهرها من الجوع كأن وجهها بطن جرادة. قال ما الذي نادك يا بنت رسول الله؟ كان امير المؤمنين طالع الى ضيعة له يصلحها بنفسه هناك متأخر هناك يومين ويوم الثالث اجا. قالت له يا ابا الحسن لنا ثلاث ما ذقنا شيء والحسنان يرفع عشان. قلها يا سبحان الله لما لم تخبريني؟ قالت عهد الي ابي الا اكلفك سقطا. تواجبك البيت انت تعرفه وانا لازم اكون المرأة اللي ما تشكل عنت على زوجها، لازم تكون المرأة التي تحسن مكانتها تعرف مكانتها، وهذا امر متروك لك انت مسؤول عن البيت. انت تطوب ترى الحاجة وتذهب الى الحاجة وتأتي بها. صور هذا يفوق الوصف، يعني هاللون من التحمل ان المرأة تصبر على الأهواء وتصبر على الضيق وعلى المحنة وعلى الشدة ولا تكلف عليا شيئا من ذلك. وامير المؤمنين سلام الله عليه غالبا اذا رجع يمكن يرجع لها بالبقايا، لان اذا عنده شيء شوية اكثر من البقايا كله يروح من عنده برا، ها كله يروح مثل ما يقول واحد من الشعراء ايها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة لعشائه. اذا حصل منك بلغة للعشاء هذا هو، وفعلا الشيء اللي كان على الاكثر يؤثر الاباعد. ويقول الامام الصادق سلام الله عليه يقول كان يلبس الكراديس ويأكل العجوة ويلعق أطفال المسلمين العسل واللوز. نعم اللي يجيبوا لي البيت المال يجيب ايتامهم واطفالهم ويوديه الى عوائلهم يوزعها، يرجع البيت بقطعة من العجوة تمر. حتى ايام خلافته كان يشتري له قطعة من التمر من ميثم التمار ويحملها بيده ويرجع الى البيت. اذا رجع يقوموا له شرطة الخميس الموظفين يقولوا له دعنا نحمله عنه، يقول لا ابو العيال احق بحمله، انا رايح الى اهلي واوديه الى اهلي. كان يرجع لها بالشيء البسيط، بس هي كانت مثال للمرأة المسلمة الملتزمة يدخل عليها